النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. الملف النووي الإيراني إلى الطي، استنادا إلى كلام تفاؤلي لمنسقة السياسة الأوروبية حول إمكان التوصل إلى اتفاق قبل المهلة التي تنتهي آخر هذا الشهر. وغدا اجتماع وزاري أمريكي بريطاني ألماني فرنسي في باريس للتداول في مشروع اتفاق قدمت إيران فيه تنازلات فنية مشترطة رفع العقوبات عنها. محليا أجواء سياسية ترقب المتداولة حول التفاوض الغربي الإيراني واحتمال انعكاس نتائجه على المنطقة ولبنان. وفي البقاع إجراءات أمنية للجيش في مواجهة المسلحين وسط أنباء عن إمكان حصول تقدم في مفاوضات بعيدة عن الأضواء لإطلاق العسكريين المخطوفين. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير العمل سجعان أزي قرارات لإنهاء أزمة كازينو لبنان، لكنه شدد على الإصلاح الشامل. عودة إلى أجواء التفاوض النووي، نشير إلى أن هذا التفاوض يستأنف في 15 من الشهر الحالي عقب مهمة لوفد وكالة الطاقة الذرية في إيران. وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا يدرسون في باريس السبت مشروع اتفاق جديد لمعالجة الأزمة النووية مع إيران، وينتظر أن يتم إقرار الاتفاق نهائيا في 15 من الشهر الجاري. وقد قدمت إيران تنازلات في البنود الفنية، غير أنها تواجه صعوبة في الاستحصال على قرار لرفع العقوبات عنها في ظل أزمة مالية تعانيها جراء انخفاض سعر برميل النفط. ويقضي الاتفاق بتجميد إيران برنامجها النووي وتأكيد سلميته وخفض 20,000 جهاز طرد مركزي إلى ما بين 4,000 و6,000 طرد. كما يقضي الاتفاق بتسجيل إيران خفض المخزون من الأورانيوم إلى النصف. ومع ذلك تريد إيران رفع العقوبات الغربية عنها في أقرب وقت، لكن مجموعة دول ست توافق على الرفع التدريجي لهذه العقوبات على أن يبدأ التنفيذ بعد تأكد وكالة الطاقة الذرية الدولية ميدانيا من التزام إيران بعدم تطبيق أنظمة سرية. وتجدر الإشارة إلى أن وفدا من الوكالة سيزور طهران في إطار هذه المهمة في 9 من هذا الشهر. مدينة نمرود العراقية ضحية لهمجية تنظيم داعش في العراق بعد الموصل، وتدمير الأثار قد يكون ذريعة لتهريبها عبر مافيات عالمية. اشتدت المعارك في تكريت بين الجيش العراقي والعشائر وبين مسلحي داعش، وأفيد عن قصف عنيف والتحام القوات في بعض المناطق، وفي سياق هجمتهم ضد الحضارات العريقة وأثارها التي تعود إلى آلاف السنين، دمرت الآلة الداعشية الإرهابية أثار منطقة النمرود التي تبعد مسافة نحو 30 كيلومتر جنوب مدينة الموصل، ويرجع تاريخها إلى القرن 13 قبل الميلاد، وتعد أحد أهم المواقع الأثرية في العراق والشرق الأوسط. نمرود هي التسمية المحلية بالعربية لمدينة كالخو التي بناها الأشوريون على نهر دجلة، وفيه ما عبر أثريون عن حزنهم العميق. تقول داعش أن الآثار القديمة عبارة عن أصنام ينبغي إزالتها. وزارة السياحة والآثار العراقية حضت في بيانها مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بعقد جلسة طارئة وتفعيل قراراته السابقة ذات الصلة، معلنة أن تنظيم داعش استخدم آلات ثقيلة لتجريف الموقع. مسؤول عراقي يعمل في حقل الآثار قال إن عملية التجريف بدأت بعد صلاة الظهر الخميس، مع ملاحظة وجود شاحنات في الموقع منذ أسبوع، الأمر الذي يرجح قيام مسلحي داعش بنقل الآثار وبيعها للاستفادة من أموالها. وهنا السؤال، ألم تلحظ طائرات التحالف الدولي لمحاربة داعش هذه التحركات؟ أما على المستوى الدولي فقد جاء الرد من منظمة الثقافة والفنون التابعة للأمم المتحدة يونسكو، التي وصفت الأمر بالجريمة الحرب وأنها مصممة على عمل كل ما هو ضروري لتوثيق وحماية إرث العراق الحضاري وقيادة المعركة ضد الإتجار غير الشرعي بالآثار، وهي تجارة تسهم بشكل مباشر في تمويل الإرهاب. موقف مثير لسابقه عندما قام تنظيم داعش بتحطيم تماثيل وتحفا أثرية في متحف الموصل، وتم تشكيل تحالف عالمي لمكافحة التهريب غير القانوني للمواد والأعمال الثقافية، والذي سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة. ولكن هل هذه التحركات الخجولة ستضع حدا لاعتداءات تنظيم داعش؟
جبهة النصرة أكدت مقتل قائدها العسكري في غارة وثلاثة من قادتها بغارة جوية تبناها النظام في إدلب، ونفى التحالف الدولي مشاركته فيها. ودمسورا يقول إن الحل بيد السوريين وأنه يتطلع لجولة ثانية في موسكو. تم الإفراج من قبل تنظيم داعش عن المختطفين الأشوريين، خبر أكده قيادي عسكري أشوري للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إلا أن المختطفين ظلوا في مناطق تحت سيطرة التنظيم في الحسكة بحسب المرصد. يأتي ذلك بعد عملية نوعية أودت بقائد جماعة النصرة الإسلامية العسكري أبو همام الشامي ومعه ثلاثة قادة وهم أبو مصعب الفلسطيني وأبو عمر الكردي وأبو براء الأنصاري، وذلك خلال اجتماع لهم في محافظة إدلب. هكذا وصفتها وكالة الأنباء السورية التي أكدت أن الجيش السوري هو الذي نفذها في الوقت الذي أكد فيه متحدث باسم التحالف الدولي أنه لم ينفذ أي ضربة جوية في محافظة إدلب خلال 24 ساعة الماضية، إلا أن مصادر في المعارضة قالت لرويترز إن ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة طالت اجتماعا في إدلب. في سياق آخر، فرض الاتحاد الأوروبي من جديد عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ليصبح بذلك المجموع 218 شخصية و69 كيانا جمدت أصولها المالية في بلدان الاتحاد الأوروبي وستمنع من دخوله. هذا وقال الاتحاد أن الوضع في سوريا مستمر في التدهور، كما أن هويات الشخصيات السبع والمؤسسات الست المشمولة بالعقوبات ستعلن السبت. دبلوماسيا، ألمح المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا إلى أنه مستعد للتفاوض مع جبهة النصرة لتكون جزءا من جهوده للتوصل إلى هدنة مؤقتة في مدينة حلب. تزامنا، دارت معارك عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحي داعش في منطقة الجلابية بمحيط الأبيض بريف الرقة، واستهدف الجيش السوري تجمعات مسلحي جيش الإسلام في دوما بالغوطة الشرقية، فيما فجر تنظيم داعش الجسر الواصل بين قرية الشيوخ ومدينة جرابلس بريف حلب الشرقي. الجيش اللبناني يؤمن الحماية لأهالي القرى المحاذية للزبدان الذين يعولون على تكثيف إجراءاته منعا لتفاقم ترددات الأزمة السورية عليهم. الأحداث على الحدود السورية اللبنانية تخيم بظلالها على أهالي قرى شرقي زحلة، إذ أبدوا تخوفا من تسلل المسلحين إلى الداخل اللبناني، وهو أمر معلوم لكل اللبنانيين. أما الجديد في القضية فهو محاولات تسلل جديدة للإرهابيين صدتها وحدات الجيش اللبناني، وذلك بعدما تم تضييق الخناق على المجموعات المسلحة في الزبداني. غير أن الجيش اللبناني بدعم من أهالي قرى عين كفر زبد كوسايا دير الغزال ورعيت يسير دوريات في المناطق الجردية ويتصدى لأي محاولات تسلل جديدة تمتد إلى الداخل اللبناني ليؤمن الحماية لأهالي القرى المحاذية للزبداني، حيث شكل الأهالي درعا للجيش اللبناني من خلال السهر ليل النهار على أمن بيوتهم ومنع أي غريب من التسلل إلى داخل بلداتهم التي تبتعد حوالي 3 كيلومترات من الحدود السورية. عم ننسق مع القوى الأمنية وقوى الجيش والجيش اللبناني، وما في يعني إن شاء الله ما بيصير شيء حقيقة، بس إنه نحن على جهوزية تامة لتصدي للعدوان في حال كان هناك من عدوان على هاي المنطقة. والحقيقة يعني في عنا يمكن التماسك الموجود بين القرى على مستوى السكان وعلى مستوى البلديات وعلى مستوى القيادات موجودة، وما إن شاء الله ما منخاف منهم ولا بيخوفونا أبدا. نحن سندنا الأول هو الجيش، وكمان بنشكر المقاومة. قرى شرق زحلة تكتسب أهمية لنسيجها الاجتماعي المتنوع والمتعدد الطوائف، بما يضاعف من حرص فعاليات المنطقة على أمن الأهالي فيها، فهم تكاتفوا والتفوا جميعا حول الجيش اللبناني لحماية أرضهم من أي متسلل إرهابي. بوادر إيجابية في ملف المخطوفين العسكريين مع تكثيف المساعي ومعلومات عن تفاهم قيد الإعداد الإقليمي اللبناني لإطلاق المخطوفين المحتجزين لدى جبهة النصرة. وسيم عرابي.
16 جنديا لبنانيا مخطوفا لدى جبهة النصرة إلى الحرية في المدى المنظور، وفق ما كشفت معلومات موثوقة على صلة بتسارع وتيرة التفاوض بمشاركة إقليمية لإطلاق العسكريين المخطوفين. وفيما تحتفظ المراجع اللبنانية بقرار التكتم على المفاوضات، أوحت وتيرة الاجتماعات والاتصالات بتسارع الإيجابيات، وكشفت بعض المعلومات أن اتفاقا برعاية قطرية مع قيادة جبهة النصرة أفضى إلى التوافق على إطلاق العسكريين، والاتفاق هو إطلاق 3 موقوفين مقابل كل عسكري، بحيث لا تناقض أسماء الموقوفين الشرطة اللبناني القاضي بعدم إطلاق أي موقوف متورط بأعمال أمنية أو إرهابية وضد الجيش. وقد تكفلت الجبهة الإقليمية بدفع فدية مالية يطالب بها الخاطفون. النصرة تطمح لإكمال الاتفاق لإطلاق عدد من أسراها لدى النظام السوري، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الإنضاج عبر الاتصالات التي لن تتوقف قبل أن تتيح إطلاق جميع العسكريين المخطوفين وفق ما يجمع المسؤولون اللبنانيون. هذه الأجواء الإيجابية تنعكس ولكن بثقل على أهالي المخطوفين الذين كل لسانهم الكلام. هلا عم يقولوا في حالي مخلصين الملفات وناطرين. ايش ناطرين؟ ما بعرف. كل وحدة بدها ابنها. هيدا تامن شهر مبلشين فيه بالخير. ما يقولوا انه عم يشتغلوا على هالشباب. ان شاء الله يكون هيدا الحكي مظبوط. والباقي والاتكال على الله. بيقولوا في شغل وقسة ما بيان شي. منا عارفين شي. بس انه بنا ننتظر، يعني ما بنا ننتظر شوي. اذا كان بدا ضل انه الاوضوع هيك وامدى هيك وجيمدى هيك، رح يكون عندنا نحن تحركات مثل ما كنا بالاول. عندنا شويه معطيات بين الامور لحد هلا، ما بديش اقول ممتازه بس جيده والحمد لله. المفاوضات انا عندي تاكيدات بانه مستمره، ما انا واقفه. يمكن بمطرح معين تكون شوي مجمدة أو متعثرة نتفي صغيرة، بس راح تتفكفر. على كل حال يبقى الجمر تحت الرماد إلى أن تصل القضية إلى خواتيمها، مع الحفاظ على أولوية الملف في مداولات خلية الأزمة كقضية وطنية كبرى. نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. من وزارة الداخلية أشار سفير الأمريكي أن حزب الله ما زال مستمرا باتخاذ قرارات الحياة والموت نيابة عن كل لبنان. لفت السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل في لقائه مع وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن لبنان يواجه تحديات وتهديدات جدية، مشيرا إلى أن امتداد الإرهاب والتطرف من سوريا لم ينتهي بعد، كما أن الضرر على الاستقرار اللبناني الناجم جراء انتهاك حزب الله لسياسة النائب النفس لا يزال مستمرا. استعداد حزب الله لانتهاك المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي بدأ جليا في كانون الثاني الماضي، والحزب ما زال يتخذ قرارات الحياة والموت نيابة عن كل لبنان، فلا يشاور أحدا ولا يخضع لمساءلة أي لبناني ويرتبط بقوى خارجية. هيل شدد على ضرورة وضع استقرار لبنان قبل السياسات الحزبية، ولا يجب أن يكون هناك أي توقعات لصفقات خارجية لاختيار رئيس للجمهورية، وقال إن واشنطن تحث زعماء لبنان على احترام دستورهم وانتخاب رئيسهم من تلقاء نفسهم. كما أشار هيل إلى أنه بحث مع المشنوق زيارة الأخير المرتقبة إلى واشنطن في إطار تعميق التعاون الأمني بين البلدين. رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث التطورات مع وزير التربية الياس بوصعب، وتم التطرق إلى أجواء تفعيل العمل الحكومي. رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب شؤونا تربوية، خصوصا مسألة الجامعة اللبنانية في طرابلس، حيث يتولى رئيسها مسؤولية الموضوع لمعالجة الخطأ. حددنا موعد لحتى نعمل زيارة لدولة الرئيس مع هيئة التنسيق النقابية بموضوع سلسلة الرتب والرواتب جمعة الجيس يوم الأربعاء الساعة 2:00، على أمل أنه يعرضوا مطالبهم، ودولة الرئيس أبدأ كل استعداد ليسمع لهم لحتى بعدين نبني على الشيء مقتضاه. أما فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء، نحن منشجع أنه رجعت الاجتماعات، ودولة الرئيس حريص أنه هالجلسات تكون منتجة أكثر بالمستقبل، خاصة فيما يتعلق بالشؤون اليومية وشؤون المواطنين وإقرار بعض البنود اللي تعني خاصة المعيشات ودفع الرواتب للشعب اللبناني.
الوزير السابق عبد الله فرحات أشاد برعاية رئيس المجلس الحوار الضمان الوحيد لانتظام عمل المؤسسات وتعزيز دور المجلس النيابي، مشددا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. وفي عين التين نقابة مختبرات طب الأسنان وجرى عرض لمطالبها، والتقى الرئيس بنقابة التوبوغرافيين المجازين وتم البحث في شؤون المهنة. رئيس الحكومة تمام سلام تسلم دعوة من الرئيس المصري للمشاركة في القمة العربية نهاية الشهر الجاري، ويشارك أيضا في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ نهاية الأسبوع المقبل. تسلم رئيس الحكومة تمام سلام دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية نهاية الشهر الحالي في شرم الشيخ، وذلك من قبل سفير مصر لدى لبنان دكتور محمد بدر الدين زايد. السفير المصري قال إن البحث مع رئيس سلام تناول مشاركة رئيس الحكومة أيضا في المؤتمر الاقتصادي نهاية الأسبوع المقبل في شرم الشيخ في حضور عدد كبير من القادة والرؤساء العرب ومن دول العالم. أضاف زايد إن البحث تطرق أيضا إلى الأوضاع العربية والإقليمية وسبل الخروج من الظروف الراهنة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. الرئيس سلام التقى سفيرة اليونان كاترين بورا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. من زوار السرايا رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي عرض لأوضاع الشركة. الرئيس سلام ارتقى وفد خبراء التخمين العقاري برئاسة شربل قرقماز. رئيس حزب القوة اللبنانية دكتور سمير جعجع انتقد سياسة حزب الله ولفت إلى الضرر الذي يصيب الشيعة كما قال. وأوضح جعجع أن علاقته مع العماد ميشيل عون مثل كل القصص الغرامية نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، مضيفا نحن لا نزال في مرحلة النظرة فابتسامة. وزير الخارجية جبران باسيل أوضح أن قانون استعادة الجنسية هو أولوية وطنية كبرى وأن المغتربين بحاجة إلى يد تمتد لهم ليحصلوا عليها. الشيء اللي بيبقى والأهم هو قضية تسجيل المغتربين أو المنتشرين اللبنانيين. هيدا ما بعتقد في موضوع أكثر منه أهمية. ليه؟ لأنه تاريخياً هودي اللبنانيين كاملين المواصفات، هودي اللبنانيين من 150 سنة وأكثر شوي ومنهم بعد، بس بالإجمال بأمريكا اللاتينية من 125 إلى 150 سنة بلشوا يتركوا يروحوا على أمريكا اللاتينية نتيجة أحداث قاهرة وقعت عليهم هناك، وبالتالي هودي اللبنانيين انصلخوا عن وطنهم غصبا عنهم، وما إجت ظروف بهديك الظروف الصعبة ترجع تسمح لهم أنهم يرجعوا. مش معقول لبنان أنه يتخلى عن أبنائه وبيستقبل أبناء تانيين، أبناء أشقاء، أبناء جيران، أحباء، بس شو ما كانت معزتهم ومحبتهم للبنان بيضلوا ما عندهم الأولوية على الأبناء اللبنانيين. الوزير ميشيل فرعون رأى أن كل جلسات مجلس الوزراء هي جلسات استثنائية في ظروف استثنائية. وزير السياحة ميشيل فرعون رأى أن الدستور لم يدخل في تفاصيل ممارسة الحكم في ظل فراغ رئاسي أو شروط نقل صلاحيات رئاسة الجمهورية في بعض المسائل، ورأى أن كل جلسات مجلس الوزراء هي جلسات استثنائية في ظروف استثنائية. من جهة ثانية رأى فرعون بعد اجتماعه مع الرابطة المارونية أن مرفأ جوني أصبح حاجة وطنية داعيا إلى تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت. بعتقد أنه القضية بدها ملاحقة عن مجلس الإرماء والأعمار بوزارة الأشغال، والرابطة مشكورة هي عم تلاحق هالأمر، ونحن أكيد دائما أول ما وصلنا إلى وزارة السياحة حكينا من جهة المرفأ جوني السياحي، ومن جهة تانية أيضا لأنه بعد 60 سنة من الطبيعي أنه كمان لبنان يكون عنده مطار تاني اللي بيقدر يكون بحمات يتطور أو بيكون أيضا بإلاعات أو بالرياء، بس بعتقد أنه اليوم الأفضل نظرا لما عم بيصير المشاكل عم تصير بسوريا مطار حمات هو المحل الصالح. من جهة ثانية لفت فرعون إلى أنه ربما ليست هناك من مصلحة في توضيح النصوص أو التوافق على عرف ليصبح قاعدة وكأننا نشرع لاستمرار الفراغ الرئاسي، علما أن روحية الممارسة في الحكومة أو في مجلس النواب تبقى بالأساس استثنائية ولو أن هناك ضرورة لتسهيل سير شؤون الناس والدولة.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس دافع عن مشروع إقامة مرآب في طرابلس، ورأى خلال مؤتمر صحفي في غرفة التجارة والصناعة في المدينة أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية يجعل الكثيرين يبحثون عن مشاريعهم الخاصة. طبعا تعرضنا لحملة كبيرة، ولكن هذا لم يكن يهمني. الذي كان يهمني هو مدى ملائمة هذا المشروع للمدينة. وعندما تحدثت مطولا مع المعترضين لاحظت أمرا مؤسفا فعلا ومزعجا. لم تكن هناك ملاحظات فنية، بل كانت هناك ملاحظات مؤدها أن طرابلس ليست جديرة بأي إنماء أو إعمار، فإن الطبقة السياسية سادرة في إهمالها وعدم تبصرها، فإن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يجعل الدولة مغرية لكثيرين لكي يستهينوا بها وكي يستسهلوا الدخول إلى مفاصلها، وربما لكي يبني كل مشروعه الخاص. حذاري من هذا، لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية. الوزير أز شرح التسوية التي تم التوصل إليها في كازينو لبنان. لم يشأ وزير العمل سجعان قزي أن يطلق على التسوية في قضية كازينو لبنان صفة الإنجاز أو الانتصار، إذ أن صرف موظفين ليس بالإنجاز، مؤكدا أنها تسوية مرحلية وجزء من مشروع إصلاحي حتى يكون قدوة لمؤسسات أخرى للانطلاق بمشاريع إصلاحية وفي طليعتها انتخاب رئيس جمهورية. محاطا برئيس مجلس إدارة الكازينو ورئيس إنترا ورئيس نقابة ألعاب الميسر ونقيب موظفي الكازينو، أعلن وزير العمل التسوية بعد أن ذكر بموقفه السابق من اللجنة التي شكلت وملاحظاته على الأسماء التي تم صرفها أو التي أبقي عليها. البند الأول هو إعادة 47 موظف من المصروفين 191، إحالة حوالي 32 موظف إلى لجنة صحية لدراسة أوضاعهم الصحية، 3 المصروفين البقية بياخدوا تعويضات على 3 شطور 125 ألف دولار من سنة إلى 6 سنوات، 175 من 6 سنوات إلى 15، و 250 ألف من 15 وما إلى ما قبل المسيح. قزي شدد على وجوب إعادة النظر بموضوع التوظيف وتعيين الأشخاص المناسبين وعدم التمييز السياسي والطائفي والحزبي، ولإقامة تدريب في الكازينو مع إعطاء أهمية للناحية الفنية الثقافية الحضرية. أنا تحدثت عن أنه يجب أن تكون تعيينات الرجل المناسب في المكان المناسب من دون تمييز، والإمرأة المناسبة بالمكان المناسب. صحيح، ولكن نعرف نحن وشفنا اللوائح بالإعلام من أعيدوا، يعني قيل أنه ينتمون إلى أحزاب معينة أو قريبين من أحزاب أكيد معينة، وإلى يلي أعيدوا أكيد ما بينتميوا لا داعش ولا للنصرة، بينتميوا للطوائف اللبنانية، للأحزاب اللبنانية، للأطراف السياسية بلبنان. وطبيعي أنه يكون موظفي الكازينو عندهم انتماءات سياسية، وأنا قلت قبل سؤالك أنا قلت بمعرض حديثي أني أنا ما كنت كتير مرتاح للطريقة اللي صار فيها العمل. ولكن كيف يكون الرجل مناسب المكان المناسب إذا كان هناك حسابات طائفية وحزبية؟ لا، فينا يعني اليوم بعطيك مثل، يعني ما عم نحكي عن موظفين للميسب، عم نحكي بالحكومة بتعيين لجنة رقابة المصارف، يلي هيدي لازم تكون، ما بدي استعمل كلمة مؤدسة بس شبه مؤدسة، لأنه هيدي بتراقب كل عمل المصارف بلبنان، وهي اللي بتخلي صورة لبنان المالية جيدة أو سيئة تجاه الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي. إذا بهالمؤسسة هاي اللي ما لازم يكون فيها أي تدخل سياسي، في تدخل سياسي وطائفي، وتم من بارح بمجلس وزراء تأجيل تعيينه، فكيف الحال بمؤسسة مثل الكازينو؟ قزي أكد أنه سيكون أول معارض لهذا الحل، وسيعود قبل الموظفين للاعتصام أمام الكازينو إن توقف مشروع الإصلاح فيه.
غياب صيانة الجسور في المدن اللبنانية يجعلها عرضة لانهيارات تعرض حياة المواطنين للخطر. تحقيق للزميل بيير البايع. إذا سقط حجر على سيارتك فجأة على أوتوسترادات العاصمة لا تقلق، فحتما أنت تمر تحت أحدى الجسور المتصدعة والتي بات حال بعضها مذريا للغاية ويشكل خطرا كبيرا على سلامة المواطنين. الإسمنت زال قسم كبير منه، والمياه والنش تأكل ما تبقى، والحديد بات ظاهرا للعيان. وفي جولة قمنا بها على الجسور على طول الخط الساحلي وجدنا أن معظمها لم يخضع للصيانة منذ سنوات. ففي منطقة قسروان مثلا لم يخضع أي جسر لأي صيانة منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، أي منذ فترة إنشائها. فأي مصير ينتظر العابرين في حال بقي الوضع على حاله؟ المتابعة بعد التنفيذ منا موجودة بلبنان، لذلك منشوف كل المنشآت الهندسية خاصة التابعة للدولة وللشأن العام ما عم تكون متابعة بعقود صيانة، يلي هي حسب القوانين لازم تكون مباشرة مرفقة بعقود صيانة من بعد انتهاء التنفيذ. هالشي عم بيعرض لكل المنشآت الهندسية، إن كان الطرقات وإن كان الجسور، للخراب. نحن اليوم بعد إعدام جسر جل الديب صار في أساس لمنطقة كاملة، صار لسنوات عم تعاني لأخذ القرار كيف بده ينعمل الجسر البديل، عم نعاني منطقة بكاملها من عدم الصيانة، المشكلة الأساسي. نحن اليوم إذا بتتوجه على كل الجسور وكل الطرقات بتلاقي في عيوب وفي ضرورة صيانة. الوزارات المعنية غائبة كليا عن الموضوع، الإهمال يهدد حياتنا يوميا، فهل من يستفيق قبل وقوع الكارثة؟ الجسر بده صيانة، ونطلع الجدران تبعوله على الحيطان ونطلع شكله، انه شيء بيخوف. لا اكيد مش امن وبده صيانة. كل ما بنزل من تحت البيت بحط ايدي تحت قلبي ضله. اكيد بتخاف لانه ما له صيانة متكررة على طول. يقال إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يوقع عقود الصيانة قبل إبرامه عقود التنفيذ، فهل مع استشهاده غابت الحصانة السياسية عن المواطن اللبناني وغابت أيضا الصيانة عن السلامة العامة للمواطنين؟ من أمام جسر ساحل علمة في كسروان، علي المصري، بيير البيع، تلفزيون لبنان. وأخبار محلية متفرقة في هذا الشريط. رأس وزير الاقتصاد ألا حكيم اجتماعا للمجلس الوطني لسياسة الأسعار، وشدد خلال مؤتمر صحفي على مراقبة الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وذكر المواطنين بضرورة الشكوى عندما يتعرضون لشتى أنواع المخالفات. اعتبرت النائبة بهية الحريري أن انتخاب رئيس الجمهورية الألفباء الأساسي للديمقراطية. كلام الحريري جاء خلال حفل تكريمي أقامته لأسرتي معلمي وإداريي ثانوية رفيق الحريري ومدرسة الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا. بحضور قائد الجيش عليمان جان قهوجي والسفيرة الهولندية في لبنان، أقيم حفل توقيع مشروع اتفاقية بين الجانبين حول هبة مقدمة من السلطات الهولندية لمصلحة برنامج التعاون العسكري المدني. من جهة أخرى، استقبل العماد قهوجي الوزير السابق إليس كاف وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. افتتح مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان مسجد عائشة أم المؤمنين في صيدا، وألقى خطبة الجمعة فيها، حيث أكد أن مدينة صيدا ستبقى مدينة الانفتاح والاعتدال والحوار. أقامت مفوضية الثقافة في الحزب التقدمي الاشتراكي احتفالا برعاية النائب وليد جنبلاط ممثلا بأمين السر العام ظافر ناصر لمناسبة اختتام برنامج الدورات التثقيفية. ناصر شدد على أهمية استكمال الحوار والتواصل وتنظيم الخلافات بين اللبنانيين. عثر على جثة متحللة في أحد بساتين درب السيم جنوب مخيم عين الحلوة، وعلى الفور توجه عناصر من القوى الأمنية المشتركة إلى المكان لمعاينتها. وإلى صفحة الاقتصادية. لماذا غيب ملف النفط؟ وهل التأخير بريء أم متعمد؟ أسئلة يطرحها خبراء اقتصاديون وعامة الناس، ولا أجوبة عند لقائنا أي نائب أو وزير، على الرغم من التحضيرات التقنية التي قد تم إنجازها بالكامل بحسب مصادر هيئة قطاع البترول، التي تنتظر إقرار المرسومين ومسودة القانون الضريبي للأنشطة البترولية، حيث أن اكتشافات الغاز تتطلب رساميل كبيرة وأسواق،
وتؤكد المصادر أن كل تأخير يترتب على لبنان خسارة الأسواق، وتشير إلى أن العدو الإسرائيلي يفاوض الأردنيين لتوقيع عقد شراء الغاز من شركة نوبل للاستهلاك الأردني الصناعي. ومع هذه الخطوة يكون لبنان قد خسر سوقين، المصري والأردني. وتؤكد المصادر أن هناك خوفا من انسحاب الشركات المؤهلة لهذا المشروع واللجوء إلى أسواق عديدة لديها مصداقية أقوى في التوقيت وفي توقيع العقود من لبنان. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تأخير إطلاق التنقيب وإقرار المرسومين سيكون لهما تأثيرات بديهية على العائدات الضريبية للدولة في وقت تزداد فيه التحديات أمام الحكومة اللبنانية وتزداد حاجتها إلى مصادر تمويل جديدة، فمجددا يخسر لبنان فرصة ذهبية قد لا تكون متوفرة دائما كما يظن البعض. فالمطلوب التشريع وإقرار المرسومين. الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. في فلسطين المحتلة ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عمليتي دهس وطعن وقعتا قرب قاعدة لحرس الحدود في القدس، وأشارت إلى أن 5 جنود قد أصيبوا في الهجوم أيضا. وفي التفاصيل أن فلسطينيا قاد مركبته باتجاه مجندات إسرائيليات، وبثت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنفذ الفلسطيني الذي أصيب إصابات حرجة يدعى محمد السليمي وهو من منطقة رأس العمود. وكانت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحمت اليوم بمؤازرة جنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى ونفذت جولات استفزازية داخله مطلقين شعارات معادية للفلسطينيين. وأقدمت القوات الإسرائيلية على اعتقال 10 فلسطينيين خلال عملية دهم نفذتها فجرا في الضفة الغربية. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم مفتوحة للبحث في التسوية السياسية للنزاع في أوكرانيا وفق تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة. وتأتي الخطوة بالتوازي مع إطلاق روسيا اليوم لصاروخ حديث يستخدم في منظومة S-300. إلى ذلك يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قمة اليوم تعرض الأزمة الأوكرانية. وفي اليمن تتواصل المشاورات بهدف التوصل لتوافق سياسي، ويسعى الموفد الدولي جمال بن عمر لتكثيف الحوار بين صنعاء وعدن، وذلك فيما تسود مدينة عدن أجواء من الهدوء الحذر في محيط القصر الرئاسي والمنشآت الحيوية التي تخضع لحماية مشددة من اللجان الشعبية ومن مسلحي محافظة أبين مسقط رأس الرئيس اليمني هادي. مزيد من الأخبار الدولية في هذا الشريط. بحكم عزلتها داخل أكبر منطقة مستنقعات في العالم، ظل سكان نيال في ولاية الوحدة بمنأى عن مآسي الحرب في جنوب السودان. الممثل الأمريكي هاريسون فورد أصيب بجروح بعد تحطم طائرة صغيرة كان يقودها قرب لوس أنجلوس. أعلنت سلطات كوريا الجنوبية فتح تحقيق في علاقات محتملة قد تكون تربط منفذ الهجوم بالسكين على السفير الأمريكي مع كوريا الشمالية. بعد 50 عاما على مسيرة تعرضت لقمع دموي عنيف في سلمة الأمريكية، ينصب الاهتمام في الولايات المتحدة مشددا على هذه المدينة الصغيرة والتي أصبحت بدفع من مارتن لوثر كينغ رمزا للنضال غير العنيف من أجل الحقوق المدنية. بهذا نأتي لختام النشرة، شكرا للمتابعة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.